لا أعلم إذا كان هذا يحدث للجميع أم لا، ولكنه حدث لعدة مرات أنني قد استغرقت وقتاً طويلاً لكي أعثر على شيء ما أحتاجه على الإنترنت، ليس لبطء الحاسوب الخاص بي، ولكن لأنني أجد أشياء مشابهة لما أبحث عنه، وهذا يأخذ الكثير من وقتي. ولكن عندما قررت البحث عن أكثر قصة مشوقة وجذابة في التاريخ، لم أخذ وقتاً طويلاً لأعثر على قصة بطل فيديو اليوم لأنها مميزة للغاية ولا مثيل لها. فهيا بنا نبدأ. لم يصدق أعضاء اللواء السوفياتي التابع لجيش دبابات الحرس الأول الذي كان يعبر بولندا باتجاه برلين في منتصف يناير 1945 ما رأوه. فبدلاً من عثورهم على القوات الألمانية لتقاتلهم، كان هناك جندي يرتدي زي الجيش الأمريكي قد ظهر للتو. خرج من حظيرة قريبة وهو يلوح بذراعيه ممسكاً بعلبة سجائر من نوع لوسستريك الأمريكية الشهيرة، وطلب الانضمام إليهم. كان المشهد مثيراً للفضول بشكل خاص، مع الأخذ في الاعتبار أن قيادة هذا اللواء لم تكن في يد قائد عادي، بل كانت في يد سيدة تدعى ألكسندرا ساموسينكو، أول من كان قائداً للواء دبابات. كان الأمريكي المعني هو الرقيب جوزيف بيرل من الفرقة 101 الجوية، والذي كان قد هرب للتو من المعسكر الحربي شتالاك 3C. وعلى الرغم من علمه بأن السوفيات يقتربون، فقد اختار مواصلة هروبه إلى الشرق محاولاً الاتصال بهم لتجنب الوقوع مرة أخرى في أيدي العدو، حيث كان بيرل على وشك أن يتم إعدامه، لأن هذا هو هروبه الثالث الذي قام به في الأشهر السبعة الماضية منذ أن تم القبض عليه، وكان الجوستابو أو البوليس السري الألماني على وشك إنهاء حياته. تخلى بيرل المولود في عام 1923 في موسيكيجيون، وهي بلدة صغيرة في ميشيغان، عن منحة جامعية في مقابل انضمامه للتجنيد في عام 1942 مثل العديد من الشباب في جيله. وعلى الرغم من كونه مصاباً بعمى الألوان، إلا أنه انضم إلى فرقة مشاة المظلات رقم 506 وتم تدريبه كفني راديو وأصبح متخصصاً في عمليات الهدم. كان شجاعاً للغاية في القفز بالمظلة على عكس العديد من زملائه. تم إرساله إلى قاعدة رامسير الجوية في إنجلترا، حيث تم تجميع قوات الحلفاء لاستخدامها في الغزو القاري. لكنه كان قد انخرط في العمل الدولي سابقاً، حيث أتم مهمتين في فرنسا عندما كانت لا تزال محتلة في عام 1944، واتصل بالمقاومة الفرنسية لتقديم الأموال للمساعدة. في أحد المهمات التي شارك فيها بيرل، كان على متن طائرة C-47 دوغلاس، والتي عبرت حاجز النيران الألماني المضاد للطائرات وسقطت، ولكن من كانوا على متنها استطاعوا النجاة عن طريق المظلات والقفز من الطائرة، ولكنهم تفرقوا عند هبوطهم. بقي بيرل منعزلاً عن بقية زملائه ولم يستطع التواصل معهم بسبب أنه كان مختبئاً فوق سطح كنيسة لتجنب النيران التي كانت تطلق عليه، وعندها قرر الهروب بمفرده والقيام بأعمال تخريبية وراء خطوط العدو لعرقلة تقدم الخطوط الألمانية. من بينها قام بتفجير محطة توليد كهرباء بالقنابل اليدوية، لكن بهذا الوضع وحده خلف خطوط العدو كان الأمر صعباً للغاية، ولم يطل الأمر حتى تم أسره وإرساله إلى سانلو. هناك بدأت حلقة هروبه الغير معتادة، نقل من سجن إلى آخر على مدى 7 أشهر، وتمكن بيرل من الفرار مرتين، على الرغم من أنه أعيد القبض عليه في المرتين. في الأولى استغل هجوماً أثناء انتقاله سيراً على الأقدام ليهرب مع 2 من رفاقه، وانتهى به الأمر تاركاً إياهم خلفه لأنه كان أقوى منهم جسدياً. كان هروبه الثاني فظيعاً، حيث أنه قام برشوة الحارس بعدة علب سجائر وهرب، واستقل قطاراً مع 2 من رفاقه الآخرين متجهين إلى بولندا، لكنه استقل قطاراً آخر عن طريق الخطأ كان متجهاً إلى برلين. لفت هذا انتباه البوليس السري الألماني الجوستابو، حيث أنهم اعتبروه جاسوساً ولم يتعاملوا معه بطريقة ودية، فقد استبدل ملابسه العسكرية بملابس مدنية، وكان يجيد اللغة الألمانية جيداً لأن أجداده كانوا من المهاجرين البافاريين،
وبعد استجوابه من قبل الجوستابو وتعذيبه، كان النازيين مستعدين لقتله. ومع ذلك فإن صراع القوى أنقذ حياته، فقد تبين أنه في الحقيقة مجرد أسير حرب هارب ومتخفي. وبالتالي افتقرت الشرطة السياسية إلى الولاية القضائية عليه، وهكذا تمكن بيرل من النفاذ بجلده منهم، وقد تمكن من التخطيط في محاولة هروب جديدة. المرة الثالثة ستكون ساحرة. تم اعتقاله في المعسكر الحربي شتالاغ 3C، وهو معسكر اعتقال لسجناء الحلفاء يقع في شرق ألمانيا. تم احتجاز الآلاف من البولنديين والبريطانيين والفرنسيين والبلجيكيين واليوغوسلافيين، وحتى الجنود الإيطاليين وضباط الصف هناك منذ عام 1943، وبدأوا في احتجاز الأمريكيين هناك منذ 1944. كان هناك أيضاً جنود السوفييت، على الرغم من أن معظمهم مات لأنهم تلقوا معاملة أسوأ بكثير. تم إرسال الجنود ذوي الرتب الدنيا إلى معسكرات العمل الجبري، حيث سمحت اتفاقية جنيف بذلك طالما يتم التعامل معهم بإنصاف. نظراً لأن بيرل كان تقنياً من الدرجة الرابعة، فقد انضم لهذا المعسكر وبدأ للتخطيط في هروبه القادم، والذي نفذه في أوائل يناير 1945، حيث اختبأ في برميل مع ناس رفاقه من الهروب السابق، ولكنهم توفوا بعدما تم اكتشاف هروبهم وأطلق عليهم النازيين النيران. ولكن بيرل استطاع النجاة بعدما قام برمي كلاب العدو التي كانت تلاحقه في النهر قبل أن تمسك به. في هذه المرحلة من الحرب كان الجميع يعلم أن النصر قريب وأن السوفييت كانوا يتقدمون بلا توقف نحو ألمانيا، لذلك كان المنطق يملي عليه بالفرار نحوهم. استمر بيرل بالهروب ليصل إلى السوفييت لمدة 3 أيام، وحقق هدفه بتلك الطريقة الصاخبة التي ذكرناها لكم في البداية. وافقت ألكسندرا ساموسينكو على طلبه للانضمام إليهم، وتم تكليفه بخدمة مدفع رشاش من طراز شيرمان. وهكذا كان جوزيف بيرل هو الجندي الوحيد المعروف الذي قاتل في كل من الجيش الأمريكي والجيش الأحمر خلال الحرب العالمية الثانية. استمر قتال بيرل لصالح لواء الدبابات السوفياتي هذا لمدة شهر تقريباً قبل أن يصاب بجروح. أظهر خلال هذا الوقت شجاعة فائقة وشارك في العديد من العمليات، منها تدمير أماكن حيوية في معسكر شتلاغ 3C، وحصل على وسام الحرب الوطنية العظمى والذي منح للجميع في لواء الدبابات هذا. على أي حال، بعد حدوث قصف جوي وحصوله على إصابات بليغة، كان يجب إخلاؤه إلى المؤخرة وإدخاله إلى مستشفى ميداني في مدينة ألمانية. تعافى بيرل من جروحه وتلقى زيارة من المارشال زخوف نفسه، الذي صدم بمعرفة وجود مريض أمريكي بين رجاله، وسلمه الوثائق التي سيحتاجها للعودة إلى بلده. بمجرد خروج بيرل من المستشفى، وصل إلى السفارة الأمريكية في موسكو ليكتشف أنه يعتبر رسمياً ميتاً، وأن جنازته قد أقيمت بالفعل في مسقط رأسه، حيث أنه فقد شارته في تلك المهمة الأخيرة قبل اعتقاله. لذلك تم إجراء تحليل للبصمات، وأكد هذا رواية بيرل. عاد بيرل إلى الوطن في رحلة بحرية طويلة للغاية، وتزوج من جوان هولويل في العام التالي في نفس الكنيسة التي أقيم بها قداس جنازته من قبل. كان للزوجين ولدان وبنت، حيث قاتل الولد الأكبر في فيتنام في نفس الفرقة حيث كان والده، الفرقة الجوية 101، والثاني كان سفير الولايات المتحدة في روسيا بين عامي 2008 و2012. بالتأكيد هي قصة غريبة ومليئة بالمفارقات. رجل واحد يقاتل في جيشين مختلفين ويتميز في كلاهما، يهرب من البوليس السري ومن الجيش النازي مرتين، ويهرب من الموت عدة مرات. إنه بالتأكيد جنون الحرب الذي نتمنى ألا نراه ثانية.